السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة التقويم والدعم، أسبوع التقويم والدعم، الوحدة الثانية، الحركة والتغذية ونظام الأسنان عند الإنسان. هذه الحصة تندرج في الأسبوع الأخير من هذه الوحدة، المرجع المفيد في النشاط العلمي للمستوى الثاني. إذن نبدأ على بركة الله. تقويم المكتسبات، أكتب نعم أو لا في الخانة المناسبة. إذن تسمح مفاصل العنق بتحريك الرأس في عدة اتجاهات، إذن يمين يسار أمام خلف، كذلك بحركة دورانية. إذن صحيح أم خطأ؟ نعم صحيح، تسمح لنا مفاصل العنق بتحريك الرأس في عدة اتجاهات، إذن صحيح. يسمح مفصل المرفق بتحريك أصابع اليد، إذا المرفق هذا هو مفصل المرفق، هل يسمح لنا بتحريك أصابع اليد؟ لا. يمكن مفصل الكتف من إنجاز حركات الطرف العلوي، إذا مفصل الكتف يسمح لنا بتحريك إنجاز حركات الطرف العلوي، حركات الطرف العلوي بصفة عامة، إذا لا. إذا ألون بالأخضر الخانة المطابقة للوجبة الآتية. إذا لاحظوا معي، الساعة تشير إلى الساعة 12:30، هناك طبق اللحم والخضار، الخبز، السلطة، الفواكه. إذا هذه الوجبة تشير إلى وجبة الفطور، الغداء والعشاء إذا تشير إلى وجبة الغداء. عندما آكل تفاحة أستعمل قواطعي وأضراسي، إذا أستعمل القواطع والأضراس. إذا أكتب في الفراغ، ألون على الفك السفلي القواطع بالأخضر والأضراس بالأحمر، إذا على الفك السفلي القواطع بالأخضر والأضراس بالأحمر. يعني قلم التلوين فقط. إذا القواطع هي الأسنان الأمامية، 1 2 3 4. والأضراس بالأخضر. أكتب في الفراغ المناسب نافع أو مضر. إذا خضار، لحوم، فواكه. إذا هاتي الخضر، نافعة لصحتي أسناني، نافعة لصحتي أسناني. إذا الحلويات المصنعة مضرة بصحتي أسناني، مضر بصحة أسناني، إذا هذا الأكل مضر بصحة أسناني. إذا غسل الفواكه والخضر نافع لصحة جسمي، نافع لصحة جسمي. إذا تقويم تملك نهج التقصي. إذا هذه التجربة ستقومون بإنجازها داخل القسم. قامت زينب بملاحظة الرسم ثم اقترحت الفرضية التالية، يمكن مفصل الركبة من إنجاز حركة الساق. إذا مفصل الركبة يمكننا من حركة الساق، البسط، عملية البسط. إذا اقترح تجربة تؤكد لزينب صحة فرضيتها. النشاط رقم 1، أملأ الفراغات بما يناسب العنق، المرفق، الكتف، الورك، الكوع، الركبة، الكاحل. إذن هذا مفصل العنق، العنق. مفصل الكتف هذا مفصل المرفق، مفصل الكوع
هذا مفصل الورك، مفصل الركبة، وأخيرا مفصل الكاحل. اكتب صحيح او خطأ في الخانة المناسبة. النشاط رقم 2، المفصل هو موقع التقاء عظمين او اكثر. اذا صحيح، المفصل هو مكان التقاء عظمين او اكثر، صحيح. اتجنب رياضة الجري عندما احس بألم في مفصل وركي. نعم صحيح، حينما احس بألم في مفصل الورك اتجنب رياضة الجري. أحب تناول الحلوى بكثرة لأنها تضر أسناني. خطأ، خطأ. هل أحب تناول الحلوى لأنها تضر بأسناني؟ خطأ، أنظف أسناني بعد كل وجبة غذائية كما نصحتني الطبيبة. نعم صحيح، إذن علي تنظيف أسناني بعد كل وجبة كما تنصحني الطبيبة. نشاط 3، أثناء وجبة غذاء مكونة أساسا من لحم وخضار وفواكه، استعمل يدي لأخذ قطعة لحم من الطبق وأضعها في فمي، وأستعمل أسناني لمضغها. أكمل ملء الفراغ بكتابة ما يناسب: الكتف، الورك، الكوع، المرفق، الأنياب، القواطع، الأضراس. إذن عندما أخذ قطعة لحم من الطبق أستعمل مفاصل الكوع والمرفق والكتف. الكوعي والمرفق والكتف، نعم. عندما آكل قطعة لحم أستعمل الأنياب لتمزيقها والأضراس لطحنها. الأنياب والأضراس أقترح إجراء لأحافظ على صحة أسناني بعد تناول الوجبة. إذا بعد تناول الوجبة أنظف أسناني بعد تناول الوجبة بالفرشاة والسنون إذن أعيد القراءة. عندما أخذ قطعة لحم من الطبق أستعمل مفاصل الكوع والمرفق والكتف. عندما أكل قطعة لحم أستعمل الأنياب والأضراس. أقترح إجراء لأحافظ على صحة أسناني بعد تناول الوجبة. إذا بعد تناول الوجبة أنظف أسناني بالفرشاة والسنون. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، إلى نهاية دروس الوحدة الثانية. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.